خير، هنتكلم النهارده مع بعض عن موضوع من الموضوعات الهامة أو آخر موضوع من موضوعات الكورس بتاعنا، اللي هو الفصل السادس، الضبط الإحصائي للجودة. المنظمة يعني لا تستطيع إن هي تنتج منتجاتها بنفس القدر من الدقة، فلازم يكون فيه ديفرنس أو فيه اختلافات في الجودة. هذه الاختلافات قد تعود إلى 5M، زي ما احنا بنقول 5MS، اللي هي إن قد يكون العيب موجود عندي في الآلات أو في الماتيريالز اللي هي المواد أو في القوى العاملة المان باور أو في طريقة العمل ميثودز، وده ليه علاقة بالأوبريشنز أيضا، أو في الميجرمنت اللي هي أدوات القياس. الاختلافات في الإنتاج قد ترجع إلى اختلافات عامة نتيجة لعامل الصدفة، وقد تكون موجودة في العملية بطبعها أو ثابتة، وبالتالي يمكن توقعها. تكون العملية هنا تحت السيطرة عند حدوث مثل هذه الاختلافات. قد تكون لها اختلافات لها عامل خاص ليست موروثة في العملية نفسها، وغير منتظمة غير ثابتة، لا يمكن توقع مثل هذه الاختلافات أو العيوب. وهذا النوع من الاختلافات بيكون ان كنترول، يعني بيكون خارج السيطرة. ايضا عندي اختلافات قد يكون ايضا اختلافات احصائيه، ودي الفروقات بين الوحدات المنتجه من حيث تماثلها وتجانسها مع بعضها البعض، ووجود تحسين في الجوده، او يعني يكون في عندي ستاندرد في الجوده، فبيكون في اختلافات ما بين الوحدات المنتجه والوحدات اللي هي المفروض ان يتم انتاجها. ده بيؤدي الى ظهور مجموعه من العيوب او الاخطاء. انحرافات فروقات بين المواصفات الفعلية وحدود المواصفات الفنية الموضوعة. في الحالة دي بيكون عندي حدود عليا وحدود دنيا. عندي مجموعة من التولز أو الأدوات اللي أنا لازم أستخدمها للرقابة على عملية الجودة. ناخد منها على سبيل المثال تحليل باريتو. وتحليل باريتو في الحقيقة بيساعد الإدارة في التركيز على بعض المشكلات اللي لها أهمية نسبية عشان تحاول تحلها، زي ما نشوف الدياجرام اللي عندي مثال اهوت ل يعني مجموعة من الأخطاء والعيوب والنسب المئوية. لما نيجي نحطها على الدياجرام، فهنجد إن أنا عندي على سبيل المثال فيه مجموعة من المشاكل، فيه مشكلة بتمثل 98%، مشكلة بتمثل 72%. فطبعا مجرد الإدارة ما بتنظر لهذا التحليل فبتعرف ايه هي المشاكل ذات الأكثر أهمية عشان توليها عناية في حلها. القائمة المراجعة او التشيك شيت او التشيك ليستس زي ما احنا بنسميها، دي بتشمل مجموعة من العيوب والأخطاء الموجودة في المنتج برودكت او الاوبريشنز او العمليات، وبتحدد مجموعة من الأسباب المؤدية لهذه العيوب عشان تساعد المسؤولين على دراستها وتحليلها. عندي تشيك ليست زي ما احنا شايفين في مثال بيوضح ده. شكل الانتشار سكاتر بلوت، ده بيحدد طبيعة العلاقة بين متغيرين، تحديد الكورليشنز أو الارتباط بهدف تكوين فكرة عن يعني نوعية هذه العلاقة، هل هي علاقة تزايدية أو علاقة عكسية، طبيعة كونت العلاقة بين المتغيرين. زي ما احنا شايفين العلاقة هنا في النقطة ب أو في الشكل ب، بنجد إن العلاقة التزايدية، يعني في علاقة بين اكس اللي هو المتغير المستقل او المتغير اللي هو المسبب للظاهرة، وواي المتغير التابع، فبنجد العلاقة التزايدية، بمعنى كلما زادت اكس زاد واي. اما نشوف في الف ما فيش علاقة اصلا ما بين المتغيرين. في نقطة جيم بنجد ان العلاقة عكسية، كلما زادت اكس فواي بتقل والعكس تمام. نجد العلاقة غير خطية، ممكن تكون تربيعية أو لوغاريتمية أو غيرها كما هو واضح في الشكل ده. طبعا فيه مثال يوضح الكلام ده زي ما احنا شايفين. خريطة تدفق العمليات اللي هو البروسيس فلو شارت، ودي أيضا من الأدوات اللي هي الهامة لتحقيق العديد من الأهداف، توضيح الصورة أمام العاملين وتوحيد طرق العمل، مساعدة في تحديد الأماكن وإجراء التحسينات المستمرة وتوثيق العمليات في نظم الجودة.
طبعا فيه عندي مجموعة من الرموز اللي بتستخدم في خرائط التدفق زي ما هو واضح أمامكم. خريطة الكوز أند إفكت ديجرام دي خريطة قدمها إشكاوا اللي هو أحد أيضا كتاب أو أحد رواد فكر الجودة، وزي ما احنا بنسميها خريطة عظام السمكة زي ما هي مشهورة، بتحدد أسباب المشكلة علاقتها أو الأسباب علاقتها بالمشكلة، وأيضا بتحدد طرق العلاج زي ما احنا نشوف في المثال التالي. لو أنا عندي ظاهرة تتمثل في عدم رضا العملاء على سبيل المثال، دي طبعا ظاهرة موجودة، أو انخفاض نسبة المبيعات، نجد إن لها مجموعة من الأسباب. لو احنا طبقنا على الخمسة إم اللي احنا عرضناهم قبل كده، اللي هي الآلات والأفراد والقياسات والمواد وطرق العمل، هنجد إن عدم رضا العمال قد ترجع إلى مجموعة من الأسباب المتعلقة بهذه المحاور. خريطة المتابعة وتستخدم عند عرض بيانات ظاهرة يتم تتبعها خلال فترة زمنية، وأيضا يستطيع مسؤول الجودة من خلال هذه الخريطة أن يتأكد من استمرارية ثبات القراءات للظاهرة أو مشكلة، ويتعرف على الاختلافات ما بين القراءات دي خلال عدة فترات. زي ما احنا شايفين هذا المثال بيوضح الكلام ده، شكاوى العملاء خلال مجموعة من الورديات. خريطة المتابعة زي ما هو واضح اهوت متغير شكاوى العملاء خلال مجموعة من الورديات. لو نفرض ان الورديات المتغير اللي هو المستقل اكس وواي المتغير المعتمد او dependent variables اللي هو المتغير التابع، فنجد ان شكاوى العملاء بتختلف خلال فترات الورديات زي ما هو واضح امامكم. خرائط الكنترول شارتس ايضا من التولز المهمه جدا، وتحتوي على ثلاث محاور او ثلاث خطوط. الخط الاول اللي هو الخط الوسط السنترال لاين او الوسط الحسابي للظاهره، يعني بنجد ان الظاهره تقترب من هذا الخط. يحدها خطين، الخط اللي هو الثاني اللي هو الابر كنترول ليميت او اليو سي ال اللي هو الحد الاعلى للرقابه، يستخرج بطريقه رياضيه من خلال اضافه مجموعه من الانحرافات وفقا للاميو اللي هو الوسط الحسابي بلس 3 سيجما يو سي ال. ايضا الخط اللي هو الثالث وهو اللور كنترول ليميت او الاي سي ال، وده بيستخرج بطريقه معادله رياضيه هي نفس المعادله اللي فاتت اللي هو ايضا الميو ماينس 3 سيجما ال سي ال. خرائط الرقابه على المتوسطات اللي هي الاكثر شيوعا ايضا من خلال زي ما احنا بنقول الخط المتوسط سنترال ليميت والحد الاعلى، وفيه مثال زي ما انتم شايفين بيوضح ده اعتمادا على القانون اللي احنا ذكرناه، حد الاعلى للرقابه اليو سي ال اهو بيساوي اكس زائد اي تو ار، حد الادنى للرقابه ال سي ال بيساوي اكس ماينس اي تو ار. فيه مثال طبعا بيوضح يعني هذه الخرائط وكيفية استخراج المتغيرات الخاصة بها. مطلوب استخراج الحدين الأعلى والأدنى للضبط ورسم خريطة الإكس شارتس أهو. بنيجي نشوف خطوات استخرج الوسط الحسابي ثم رينج اللي هو المدى لكل عينة من العينات، وبنوصل مع بعض للقوانين بتاعتنا الحد الأعلى والأدنى للرقابة القانون بتاعنا، وبنرسم يعني هذه الخريطه بمعلوميه الثلاث خطوط اليو اس ال والافرج اللي هو المتوسط والال سي ال. البي شارت زي ما احنا شايفين ايضا اعتمادا على القوانين السابقه في خريطه اسمها خريطه نسبه الوحدات التالفه، وايضا في عندي مجموعه من القوانين خاصة بالوسط الحسابي
والحد الأعلى والأدنى في من خلال المعادلات التالية: يو اس ال بي بتساوي البي اللي هو المتوسط للوحدات التالفة، والقانون بتاعها زي ما هو واضح أمامكم.